خاف على أحد. أننا في مصر لسنا في أفضل أحوالنا الاقتصادية، وأننا نمر بأزمة، وفي الأزمات الواجب يدعونا جميعا أن نعمل لنأخذ بيد مصر وفقراء مصر. لذا منذ بدء التاريخ يزرعون الأرض بيمناه ويصنعون الحضارة بيسراه ولا يأخذون شيئا. من شكوى الفلاح لفرعون إلى ثورات الباحثين عن عمل وغير القادرين على دفع مصروفات الجامعة أو المدن الجامعية لم يتغير كثيرا وضع فقراء مصر على مدى التاريخ. واليوم وفي ظل هذه الأزمة دعوت رجال أعمال مصر، أبناء المنتجين، ليضعوا أيديهم في أيدينا بقدر الإمكان لننقذ مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة من الانهيار. الفكرة جاءتني عندما استمعت إلى رئيس جامعة القاهرة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدكتور نصار جابر جاد نصار، الذي أوضح أنه نقص موارد الخزانة المصرية وما تبعه من نقص في موارد الجامعات يهدد مستشفيات الجامعة بالتوقف تماما عن العمل في خلال عدة أشهر. في الوقت الذي توجد، وإذا توقفت فتلك يعني مسألة بالغة الخطورة، فالمستشفيات بوضعها الحالي وفي أفضل أحوالها قاصرة عن أن تلبي الخدمات الصحية لمجموع الشعب المصري. هناك مستشفيات تم بناؤها وعلى أحدث مستوى، على أفضل شكل ممكن، ولكن تنقصها بعض الأجهزة هنا وهناك، وإذا اكتمل لها ذلك وفتحت أبوابها فستقدم الخدمات لعشرات الآلاف من فقراء مصر أو من غير القادرين من أبناء مصر. لقد اجتمعنا اليوم لأطلب منكم أن تتدارسوا معنا الموقف وأن تقدموا ما تستطيعون. فقط أريد أن أنبه إلى نقاط قليلة جدا. أننا لا نريد تبرعات مالية، فلا نريد أن يعتقد أي إنسان أن أموالا توجه المستشفيات يمكن أن تذهب في مكافآت أو في ما يشبه. إذا كانت هناك إمكانيات للتدخل فسيكون التدخل المباشر من رجال الأعمال مع المستشفيات، يقدمون لها ما تحتاجه. إذا احتاجت المستشفيات وقبل رجال الأعمال جهازا من الأجهزة فليقدموه لرجال الأعمال باسمه العلمي وليس باسمه التجاري، لا تكون هناك شبهة على الإطلاق. ويختار بالأعمال من أين يأتي بها ويقدمها إلى المستشفى، وتكرمه المستشفى بأن تضع اسمه إما على مدخل الغرفة التي أو على مدخل المبنى كما يتبرع للجنة التي ستحدد تكريم كل من يشارك فيها. المهم أنني لا أريد مطلقا تدخل البيروقراطية في هذا المجال. الهدف الأساسي للجنة أن نقوم بالتخطيط والدراسة الوافية للمستشفيات الجامعية والتنسيق بينها وبين الوزارات المختلفة لحل المشكلات الحقيقية والتحديات التي تعاني منها المستشفيات الجامعية. ثم يتم تشكيل لجنة تنفيذية من مدير المستشفيات الجامعية تضع تقريرا بصورة شهرية إلى اللجنة لكي يكون قابلا للتنفيذ بإذن الله.
لما نتكلم عن مستشفيات in general بيتبادر إلى ذهننا دائما العلاج والرعاية العلاجية. المستشفيات الجامعية بتأتي على قمة الهرم العلاجي في مصر. طبعا معالي وزيرة الصحة والإخوان في وزارة الصحة البرايمري كير أو العناية الأولية بتقوم بها مراكز الرعاية الصحية الأساسية المنتشرة في ربوع مصر وعددها أكثر من 5000 مركز رعاية صحية بتقدم الخدمات الأساسية رعاية النمو والطفولة وخدمات تنظيم الأسرة وفيها مراكز تم تطويرها إلى مراكز صحة أسرة يكون فيها خدمات طبية للرعاية الأولية. ثم ينتقل المريض بعد هذا إلى العناية الثانوية أو السكندري كير وتقوم بها شبكة عظيمة جدا تابعة لوزارة الصحة قوامها المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وعدد هذه المستشفيات يفوق 400 مستشفى في ربوع مصر يساعدهم مجموعة من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية. في تحديات واضحة للجميع مش لناس معينين ولا للمنتفعين وأهم هذه التحديات هي ضعف الموازنة وضعف الاستثمارات لوزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة. يعني احنا بنتكلم على موازنة بتقع إلى حوالي 5 أو 6% من الموازنة العامة وهذا يقل بكثير عن الموازنة المطلوبة لتقديم خدمة رعاية صحية ذات جودة وذات إتاحة لجميع أعضاء الشعب. لما باجي بتكلم حتى على الاستثمارات المخصصة فهي تقل بكثير عن الاحتياج الفعلي اللي احنا بنتكلم عليه. بنقول سوء أحوال المنشآت الصحية، عندنا إتاحة لعدد من المستشفيات تغطي جزء كبير جدا من أنحاء جمهورية مصر العربية، إنما هذه المنشآت أحوالها سيئة وبعض الأوقات بنقول أحوال سيئة جدا لا تصلح لتقديم الخدمة الصحية. ده لعوامل كتيرة جدا غير الموازنة وغير الكوادر البشرية اللي ممكن تكون موجودة، إنما أيضا ده لغياب الصيانة وغياب التشغيل. فأنا ممكن أبني صرح عظيم وأجي بعد سنة أو سنتين يقع هذا الصرح لأن أنا ما عنديش الصيانة اللازمة أو موارد التشغيل التي تؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة عندي. طبعاً ده ما تقدرش ومش هتقدر في قريب العاجل إذا كان بتصرف تلت مصاريفها في الدعم وإذا كان بتصرف ربع فلوسها في مرتبات 6.5 مليون موظف وإذا كان بتصرف ربع ميزانيتها في سداد فوائد القروض السابقة يبقى عندها فضل لها إيه؟ مفيش حاجة فضل أو طبيعي نتيجة أخطاء سابقة وتصرفات من حكمونا في السابق وصلت حجز الموازنة السنة اللي فاتت على ما أعتقد أكثر من 240 مليار ووصل اللي فاضل عشان نصرفه ولا حاجة لا هيدعم الصحة ولا هيدعم التعليم ولا هيبني محطة كهرباء ولا هيبني مدرسة. خلينا نتكلم بصراحة، مجتمع رجال الأعمال هو مجتمع شريف يؤدي ما عليه وهقول لكم أرقام، أنا مهندس بكلم الأرقام دايما. أرقام الدولة مش أرقامي أنا بتقول من سنة 2002 ل 2007 دخل سوق العمل المصري 5.5 مليون داخل جديد. الحكومة شغلت منهم 100,000 فقط. والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين شغلوا 5 مليون. و200,000 أضيفوا إلى البطالة و200,000 مش عارفين راحوا فين. إذا القطاع الخاص لما تكلمه أو رجال الأعمال بتكلمه بتقول فأنا عامل اللي عليا. بدفع ضرايبي وشغل عماله ومش مشكلتي ان الحكومه ما عندهاش فلوس.